ازي حضرتك كابتن اسلام، بمسي عليك وبمسي على الكابتن عادل طعيمه والكابتن هاني رمزي، مساء وان الخير شاء عليك الله يا الاهلي خالد. هيكسب بكره باذن الله. ان يا شاء رب الله ان شاء الله. طمنا يعني، قول الدنيا عامله ايه والامور عامله ايه؟ يعني الحاله المعنويه اللي انا شفتها كابتن اسلام، انا تابعت طبعا تدريبات الفريق قبل مواجهه اتحاد جده وبعد مواجهه الاتحاد، وكمان النهارده نفس الحاله المعنويه اللي موجوده قبل اتحاد جده بالظبط، يمكن اكتر في مباراه بكره السعوديه لمباراه بكره. هدوء كبير جدا، ثقه وتركيز كبير جدا، اللعيبه عارفه كويس قوي المهمه اللي هي هتعملها، حقيقي عارفه كويس قوي ان هم على اعتاب يعني انجاز تاريخي مستنيهم، مباراه واحده تفصلهم عن انجاز ايا كان اللي هيحصل بعد مباراه فلورنزي، هيكون انجاز تاريخي في تاريخ النادي الاهلي. وبالتالي كل كلام اللعيبه في سواء محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي، او رام ربيعه او طاهر او مروان مع الصحفيين في الميكسد زوم، كانوا برضو بيتكلموا على الجزئيه دي، ان ازاي المباراه هي صعبه انما احنا المباراه يعني في المتناول بالنسبه لنا، مباراه مش عايزين نهول منها ولا نهون منها، ده الاطار العام اللي كانوا بيتكلموا فيه. انما انا كان عاجبني جزئيه الهدوء والثقه يا كابتن اسلام اللي مسيطره على اجواء البعثه كلها، شفتها في الوشوش في قبل مباراه اتحاد جده، وكنت متفائل جدا على المستوى الشخصي وقلتها كذا مره ان النادي الاهلي هو اللي كان مرشح للفوز. دلوقتي برضو عايز اقول لك نفس المؤشرات ونفس المقدمات، اتوقع ان شاء الله ان النتيجه هتبقى واحده، مش بقول ثلاثه ولا حاجه، انما بقول ان لا، النادي الاهلي انا متوقع باذن الله ان هي من مباراه كبيره قدام فلومينينزي، حتى لو احنا بنتكلم على المستوى الوقت وعامل الوقت كل الكلام ده اتكلم عليه كولر، فانا شايف ان شاء الله الامور بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى ماشيه كويس ان شاء الله. ان شاء الله كلنا نتمنى كده يا خالد. وخلينا طمنا على البعثه، شفت التدريبات، شفت الحاله المعنويه، دي نمره واحد. نمره اتنين، هل تواجد بقى جماهير من البرازيل؟ بدات الناس تيجي، يعني تواجد جماهير برازيليه موجوده دلوقتي في السعوديه؟ اخبار التذاكر ايه؟ الكثافه العدديه ان شاء الله هتكون زي مباراه اتحاد جده او اكتر. كلمنا عن الجماهير واستعداداتهم للمباراة يعني التاريخية بكرة إن شاء الله. طيب اسمح لي يا كابتن هاني قبل ما ادخل في النقطه دي، ان انا انقل الحاله المعنويه اللي كانت عند لعيبه النادي الاهلي في ظل وجود جمهور النادي الاهلي اللي دخل اللي كان متواجد النهارده في التدريبات. كان حال عمله حاله مهمه جدا وحاله كبيره جدا، بجزئيه انك ازاي بتحفز اللعيبه، ازاي بتوريهم انك وراهم في كل الاوقات. جمهور الاهلي لو عمل تقسيمه لنفسهم ان هم يدخلوا يبصوا عليها، جمهور الاهلي يوصل للعيبه النادي الاهلي ان الهدف ما كانش هو اتحاد جده فقط، الهدف هو انا عيني على البطوله. دايما جمهور النادي الاهلي لا ينظر الى البطوله، جمهور الاهلي ما عندوش فكره بطوله المباراه الواحده، ما عندوش فكره ان انا هكسب عشان احفل على اي منافس وهي دي الامور انتهت. جمهور الاهلي كل كلامه النهارده كان على جزئيه واحده، بطوله كاس العالم للانديه. ده بيقول لك قد ايه ان جمهور الاهلي جمهور لا يعرف الا البطولات. دي جزئيه مهمه كان لازم اتكلم عنها وانقلها لحضراتكم، شفتها وشفت تاثيرها على اللعيبه. النهارده كان في لقطه طريفه كده مع مارسيل كولر، من مارسيل كولر والجمهور فضلوا يندهوا عليه لحد ما راح لهم من اخر الملعب لحد ما راح للمكان اللي هم فيه، فقال لهم معاكم تذاكر ولا اشتري لكم؟ فيعني يعني كان الراجل يعني علاقه كويسه بينه وبين جمهور النادي الاهلي. جمهور البرازيل طبعا يعني شاف في الشوارع، بدانا نشوف، انما مفيش اليه ان احنا نعرف قد ايه العدد هيكون كبير ولا لا، بس هو عامه يعني بيكون متواجد في البطولات اللي زي كده، بيكون مهتم بالبطولات اللي زي كده. انما اعتقد من الزخم اللي موجود هنا من الناس وسؤالهم في سؤالهم لينا حتى لما
بنمشي في اي مكان تلاقي حتى تلاقي ناس بتسالك على التذاكر، فتقول لهم التذاكر نزلت تاني على الموقع، في جروبات الناس هنا الجاليه المصريه هنا، سواء الرابطه في الدمام او الرابطه في جده او يعني. قول لي يا خالد، هل ما نعرفش تقول لنا على اعداد معينه من جماهير النادي الاهلي تكون موجوده في هذه المباراه؟ يعني طبعا مش لازم بالظبط يعني، ولكن هل متخيل يكونوا زي الماتش اللي فات مثلا، اقل اكتر؟ اعتقد ان هو هيبقى عدد مقارب، يعني عدد مقارب من عدد المباراه اللي ايه؟ فاتت. مقارب. اوكي. اعتقد ده، خاصه انك بتتكلم في الدوافع. هو يعني خد بالك يا كابتن اسلام، انت بتراهن برضو على جزئيه ان انت الماتش مش في ويك اند، الماتش مش في اجازه. اوكي. بس وده الاهلي، برضو ما بيروحش كل اسبوع يعني، هو اسبوع انت ممكن تاخد يوم انا من فاهم، شغلك، انا لكن فاهم، انما لا، في برضو اهتمام، في اهتمام كبير جدا بان هم يكونوا موجودين وان هم يكونوا عدد كبير جدا في الملعب. انا شايف ان هيكون في اعداد كبيره من جمهور الاهلي، بس مش قادر اقول هل ممكن يبقى زي الماتش اللي فات او اكتر. اوكي. دي حاجه هل مش بالفعل زي قدام ما دلوقتي. سامعين من الممكن ان نجد مسانده من جمهور اتحاد جده، من الجمهور السعودي طبعا يعني؟ حصل في حصل تنسيق ما بين من حقيقي. بدري على فكره، ما بين الروابط، ان اللي اشترى تذاكر النصف النهائي وفريقه ما يتاهلش هيساعد الفريق الثاني في انه ياخد التذاكر الموجوده. اصل انا شايف دي بعض حاجه الدعوات يا كابتن هاني، يا كابتن عادل، يا استاذ خالد، على التويتر مثلا، على اكس، على منصه اكس، تقول يقول ايه احد الاصدقاء السعوديين، يقول لك يا جماعه انا معايا تذكره اللي كنت هروح بيها ماتش الاتحاد، اللي عايز يجي ياخدها. ده ده بجد على بيحصل فكره. فعلا، بيحصل فعلا بشكل فردي. انما انا بقى بقول لحضرتك كابتن اسلام ان كان في تنسيق ما بين الروابط هنا، انه الفريق اللي هيصعد يعني يكون في تنسيق على التذاكر اللي تم شرائها من الفريق اللي خسر المباراه. الروح هنا يا كابتن اسلام حقيقي بجد روح جميله جدا جدا. ناس هنا قلبت الخساره بتاعتهم لهزار، وتقبلوا الموضوع عادي جدا، والموضوع بقى يعني انت يعني خلاص عدى بالنسبه لهم، طيب. ومباراه وعدت. وكمان بتلاقي فيهم كتير جدا بيتكلم معاك في الشارع يقول لك احنا نتمنى انك تكسب، فحاجه محترمه جدا واجواء محترمه جدا يعني. هي الروح يعني، الروح الحقيقه روح رياضيه بشكل كبير جدا. بس خليني اسالك، هل بان من خلال التدريبات، هل هيكون في بعض التغييرات في اللاعبين في التشكيل؟ هل بان من خلال التدريبات ان ممكن عوده مثلا اليو ديانج، او يكون هيكون في تغيير في بعض الافراد، ولا الدنيا لسه ما بانتش والناس قافله على نفسها بشكل كويس يعني؟ هو في المجمل يعني احنا بنشوف اول ربع ساعه بس من التمرين حسب اللوائح مش يعني. هيبقى في التمرين يا خالد وكابتن هاني، قصده مصادرك يعني. مصادرك يعني، او عارفين يا خالد اللي فيه مش مصادر قافلين ده خالد مرتجي قافل ما لا لا بس بيبقى لا مش مصادر يعني اللي حد يروح يبص، لكن في بعض الاحيان بتطلع بعض الاخبار ان لا ممكن جدا اليو ديانج يكون موجود. يعني اخبار المعسكر نفسه يعني. يعني طالع فعلا ان اليو ديانج ممكن يكون ليه دور. يعني احمد دبيل كوكا كان ليه دور معين، الراجل كان مستر كولر كان عايزه فيه، وشرحه وقال انه على مدار 3 ايام كان مفهمه ازاي دوره هيكون عايز نقوله كانتي. من الممكن ان يكون هو شايف ان الدور في دور تاني ممكن يلعبه اليو ديانج، مش هيلعبوا كوكا، خاصة ان ممكن المجهود الكبير جدا اللي عمله كوكا في الماتش، وما ننساش ان كوكا اصلا اتغير وهو كان عنده شكوى. اي نعم الشكوى مش مستمرة، انما ممكن يكون اليو ديانج ليه دور في الجزئية دي. فيما دون ذلك لا، في المباريات اللي زي كده كولر دايما بيميل لتثبيت التشكيل. تمام. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ خالد الاتربي نقيبنا الرياضي.